profoundly, Ambassador Cohen. Thanks for سيد السفير كونتك. But thank you also for the terrific job that you are doing. شكرا لكم أنتم أيضا لهذه المهمة التي تقومون بها بشكل رائع. Thanks also to President Dalal. Thank you so much for your leadership of the university. شكرا لك سيد السفير على رئاستك للجامعة الأمريكية. And thank you. وأتوجه بالشكر أيضا. Continuing complications of appearing in surgical masks. Sitting seats apart from each other. كما أتوجه بالشكر لكم جميعا لاتخاذكم كافة التدابير الصحية والارتداء حضراتكم للأقنعة الواقية والتزام المسافة الاجتماعية المطلوبة لئلا نصاب بالمرض. شكرا لكم جميعا. At the outset, في مستهل حديثي. We all know that the world is appropriately focused in following the situation in Ukraine. بالطبع أود أن أقول لحضراتكم جميعا أننا نتابع عن كثب الموقف الذي يتكشف يوما بعد يوم في دولة أوكرانيا. Away from this. But today, I am here to talk about another threat. هذا بالطبع يمثل تهديدا لأوكرانيا، لكن أنا اليوم أقف بين ظهرانيكم اليوم هنا لا أتحدث إلى حضراتكم في بشأن تهديد آخر، ليس في حسب التهديد الذي تواجهه أوكرانيا، ولكن أيضا التهديد تغير المناخ. Just another example I might add of how this institution has led the way for more than a century, including on climate. إن المؤسسات الأمريكية تقود المجتمع. بالطبع وبالطبع هناك كثير من الأبحاث التي أجريت وأظهرت وبيّنت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك أثارا سلبية لتغير المناخ ينبغي أن نواجهها جميعا. Of the ambassador's youth council. Thank you all for being here. Thank you for your leadership. شكرا لكم جميعا على هذه الجهود التي تبذلونها في هذا الصدد. On behalf of President Biden. ونيابة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوني أقول لحضراتكم the goodwill of the United States. إننا في الولايات المتحدة. I bring you a greeting of peace. إننا في الولايات المتحدة الأمريكية نعمل على إرساء دعائم السلام. فأقول لحضراتكم السلام عليكم بالعربية. إنه لأمر طيب للغاية أن أبدأكم وأن أقرئكم السلام جميعا. خلال الثمانية أشهر الماضية شهدنا كثيرا من التحديات والمشكلات التي واجهتنا جميعا. بالطبع وخلال الثمانية أشهر الماضية واجهنا مشكلات وتحديات تمثلت في كيفية الوفاء بكل ما قطعناه على أنفسنا من التزامات في مدينة غلاسغو البريطانية عندما تعهدنا بالعمل على خفض انبعاثات الكربون والعمل على الحد من التغيرات السيئة. Are joining together and compiling evidence that is screaming at us to protect the planet. علينا أن نعمل جميعا على حماية كوكبنا وعلينا فالعواقب إن نحن لم نسرع بالوفاء بهذه الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا فإن العواقب ستكون وخيمة للغاية ولا نستطيع مواجهتها. بالطبع إن هذه المحادثات التي أجريناها في غلاسغو وما بعدها وسنجريها هنا في مصر تعد من أهم المحادثات التي يجريها البشر على هذا الكوكب، فهي محادثات تتعلق بسلامة الكوكب الأرضي الذي نعيش على سطحه. علينا أن نركز بالطبع إن هذه الالتزامات وما تحدثت عليه لا يمثل فحسب تجسيدا لما ينبغي أن نقوم به، بل إنها تمثل جميعا حقائق لكوكبنا. بالطبع بالطبع علينا أن نلتزم بكل ما قطعناه على أنفسنا، وإلا فإن الأمر سيؤدي بنا إلى كارثة.
بالطبع ننتظر المؤتمر COP27 الذي سيعقد في شهر نوفمبر المقبل. علينا أن نحمي حضارتنا ونحمي ولكن علينا أن نلتزم إن المصريين القدماء كانوا يجلون ويحترمون كوكب الأرض، كانوا يحترمون المياه والبحار والهواء وكل شيء، هكذا كان يفعل المصريون القدماء. وبالتالي فإننا علينا ونحن هنا في مصر ينبغي علينا أن نحذو حذوهم، وعلينا أيضا أن نلتزم بما جاء في كافة التعاليم التي أتى بها النبي إبراهيم لحماية الأرض ولحماية الهواء. إن الأمر يمثل مبدأ هاديا ينبغي أن نسير عليه قدما وألا نحيد عنه. In ancient times, the rising and the setting of the sun. إن في العالم القديم كان شروق الشمس وكان الإله رع كما كان يسمى عند المصريين. Today it is scientists. كانوا يجلون هذا الإله. اليوم العلماء عليهم أن يقوموا بما كان يقوم به المصريون القدماء. إن بالطبع إن هذه التغيرات المناخية تمثل تهديدا داهما لنا جميعا. وبالطبع إن الوقت آخذ في مداهمتنا، وعلينا أن نعمل جاهدين وبأسرع وقت ممكن على الوفاء بهذه الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا. فالعلم وعلينا من أجل هذا أن نتمسك بالعلم، فالعلم والعلم وحده هو الذي سيحكم حركتنا، وهو الذي سيعمل على الحفاظ على كوكبنا إن نحن التزمنا بما جاء فيه. إن بالطبع إن كل ما نواجهه من تغيرات مناخية يمثل تحديات لكوكبنا، لصحتنا، لهوائنا، لمشربنا، لمأكلنا، لكل ما نواجهه ولكل مقومات حياتنا على هذا الكوكب. إنما تحقق في شهر نوفمبر الماضي في شهر غلاسكو، إنما توقع في شهر نوفمبر الماضي في مدينة غلاسكو البريطانية، ينبغي علينا أن نظل ملتزمين بها ونعمل على الوفاء به. لقد اجتمع ممثلو الدول الذين اجتمعوا في غلاسكو ولم يكونوا ليجتمعوا لولا رغبتهم في الحفاظ على كوكبهم وإدراكا منهم لأهمية الخفض درجة الانبعاثات الحرارية بنسبة أو بمقدار 5 درجات مئوية، وإلا فإن هناك مدنا كبرى ستختفي. وهذا لن يتحقق بالطبع إلا إذا وصلنا بانبعاثات الكربون إلى الانبعاثات صفر، أي بخفض الانبعاثات الكربونية بصورة كاملة. هذا بشأن أن يؤدي إلى خفض درجات الحرارة بمقدار 5 درجات، مما يمكننا من العيش بسلام من هذا الكوكب. هذا بالطبع ما ينبغي أن نقوم به. بالطبع في هذا المؤتمر السابق في غلاسكو تعهد القطاع الخاص في مختلف الدول بالوفاء بهذه الالتزامات. فالقطاع الخاص كما نعلم جميعا يعني هو المسؤول عن الصناعة وعن كل هذه الانبعاثات. تعهد ممثل القطاع الخاص بالحفاظ على هذه الالتزامات والعمل على تحقيقها، ولكن دون ما شك، ودعوني أقول لكم أنه مما لا شك فيه إننا بالطبع إن مؤتمر غلاسكو
قد خرجنا منه بقوة دفع، قد خرجنا من مؤتمر غلاسكو السابق في بريطانيا بقوة دفع لا بأس بها، ينبغي علينا أن نعمل على دفع، على الاستفادة بقوة الدفع هذه إلى الأمام، وألا ندعها تتوقف قبل أن نحقق جميعا ما نصبو إليه من خفض درجات الحرارة والحفاظ على كوكبنا الذي نعيش عليه. بالطبع إن هذا وطبقا لهذا وطبعا طبقا لهذا الزخم ولقوة الدفاع التي تحققت في هذا المؤتمر ينبغي علينا أن نحافظ على هذا كله. But my friends, momentum إن قوة الدفع التي تحققت بالطبع سعداء بها بقوة الدفع التي تحققت، لكن قوة الدفع هذه التي تحققت في غلاسكو في بريطانيا ليست وحدها كافية. علينا نتطلع الآن ونصبو إلى حضور مؤتمر شرم الشيخ في مصر هنا في نوفمبر المقبل وهو كوفيد 27. نعم، نتطلع في هذا المؤتمر أن نرى هذه الالتزامات قد تحققت بالفعل وتخطت مرحلة أن تكون مجرد وعود والتزامات وتعهدات قطعها ممثل غلاسكو في نوفمبر السابق في نوفمبر الماضي. هذا ما نعرفه بالفعل أو هذا ما ندركه، ولكن علينا إننا نعلم أن خلال العشر سنوات الماضية كان شهدت درجة حرارة الأرض ارتفاعات كبيرة، وصل ارتفاع درجات حرارة الأرض في بعض المناطق إلى أقصى ارتفاع له يصله منذ 10 أو 20 سنة. ولهذا السبب يخامرنا قلق بالغ بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض وانبعاثات الكربون. بالطبع لقد شهدنا في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها خلال العام الماضي كيف أن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة أدى إلى آثار وخيمة بالبيئة، أدى إلى حرائق غابات، أدى إلى فيضانات، أدى إلى كذا وأدى إلى كذا. علينا إذن أن نواجه هذه الآثار السلبية، لا نكتفي بقطع تعهدات على أنفسنا، لا، علينا أن نواجهها بمزيد ومزيد من العمل. وبالطبع هناك بعض الدول كما نعلم قد تعهدت بخفض انبعاثات الكربون بحلول هذا القرن، ولكننا نريد خفض هذه الانبعاثات، هذه الدول الصناعية الكبرى نريدها أن تبادر إلى خفض هذه الانبعاثات الكربونية قبل نهاية القرن، لا أن تنتظر حتى نهاية القرن، وذلك حتى نخفض ونقضي على درجة الحرارة المرتفعة التي ما رأيناها إلا وقد أدت إلى آثار وخيمة. هناك انبعاثات كبيرة للكربون وثاني أكسيد الكربون وقدر وكمية من الغازات التي لن تؤدي بالبشرية إلى الأضرار، التي لن تؤدي إلى أضرار بالبشرية. known as the Doomsday Glacier has held the West Antarctic ice sheet. بالطبع هناك في مناطق أخرى في آسيا هناك كثير من المناطق التي تعاني من هذه الآثار السلبية. هناك حوالي 250 مليون نسمة في مناطق في الولايات المتحدة الأمريكية يعانون. كيف سيكون حالهم بعد 50 عاما أو بعد 100 عام من الآن؟ كيف ستكون موجات الهجرة والنزوح لهؤلاء الذين يعانون حاليا من هذه الآثار السلبية؟ بالتأكيد أن موجات الهجرة ستزيد، وعند زيادة موجات الهجرة فإن هذا من شأنه أن يؤثر على أمن واستقرار المناطق التي يهاجرون منها وتلك التي يهاجرون إليها.
هذا كله سببه أزمة المناخ. لقد تحدثت في هذا الأمر كثيرا، ولكن دعونا نقول إننا ملتزمون هنا بما جاء على لسان العلماء علمائنا. قال أحدهم: بالطبع، قال أحد هؤلاء العلماء الذين نثق بهم، إن علينا أن إن موجات الحرارة هذه آخذة في التحرك والانتشار من منطقة إلى منطقة إلى أخرى. إن هذه الموجات كما قال هذا العالم تدفع بالأعاصير إلى منطقة معينة. وإن الأسلوب العلمي لمواجهة هذه الأعاصير هو حتى الآن اتسع هذا الأسلوب لمواجهة هذه الأعاصير حتى الآن هذا الأسلوب لم يكن كافيا، لأنه لم يعالجها بصورة جذرية، لم يعالج السبب الرئيسي لها وهو تغير المناخ. ودعوني هنا أذكر وأقتبس هنا من أحد التقارير الهامة التي تحدثت عن الآثار السلبية لتغير المناخ. يقول هذا التقرير إننا بالفعل قد وصلنا إلى درجة 1.2. هذا بالطبع. لكن السؤال في هذه النقطة هو كيف نواجه العواقب والنتائج الوخيمة التي أدى إليها هذا الارتفاع. هناك أيضا المعلومات المغلوطة التي يتم تناولها وتداولها. إن الاختبار والمحطة الحقيقية الذي نجد أنفسنا مضطرين إلى خوضه هو أن نتحلى جميعا بالصدق مع أنفسنا وأن نتبادل معلومات صحيحة وأن نعمل جاهدين مخلصين على أن القضاء على هذه الأزمة والحد من آثارها الوخيمة بقدر ما نستطيع. بالطبع كما قلنا من قبل إن هناك مبادرات ينبغي أن نعمل على تنفيذها بحلول 2030، وإلا فإن الموقف ربما يخرج عن السيطرة. ينبغي أن نعمل على تنفيذ كافة المبادرات التي طرحت بكافة دول العالم بحلول 2030، وإلا فإن الموقف لا ندري كيف سيكون عندئذ. الآثار، ما الذي يحدث، كل هذا سيكون خارج السيطرة. علينا أن نعمل على خفض درجات الحرارة. إن المحيطات تغطي مساحة هائلة من الكرة الأرضية مثلا، فلو استمر ارتفاع درجات الحرارة وأدى إلى تبخر مياه المحيطات أكثر مما ينبغي، وأدى إلى انهيار وذوبان الجليد في القطب الشمالي وارتفاع مستوى المحيطات مثلا، التي عندئذ ستمتد لتغرق المناطق اليابسة المتاخمة لها. Marine biodiversity. With a 2-degree temperature rise, مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين، فإن النظام البيئي في المحيطات سيلحقه الدمار ويلحقه التلف، سواء الأسماك أو درجة الحرارة أو كمية المياه أو معدل التبخر. كل هذا سيلحقه الضرر في حالة استمرار درجات الحرارة بمقدار درجتين. لقد وصلنا بالفعل إلى 1.2، لم يبقى إلا القليل نصل إلى درجتين، وعندئذ لا ندري ما الذي سيحدث. هناك سترتفع درجة الحرارة ربما تتجاوز درجتين أو اثنتين أو درجتين مئويتين. علينا أن نعمل على الحد من هذا الارتفاع حتى نحافظ على حياتنا.
We made significant progress. بالطبع ورغم كل هذا ينبغي أن نقر أننا قد حققنا بالفعل تقدما غير منكور. لا نستطيع أن ننكر أن هناك تقدما قد حدث بالفعل، ولكن يبقى ما زال هناك الكثير الذي ينبغي القيام بها. لقد تعهدنا جميعا ووعدنا جميعا في مؤتمر غلاسكو أن نعمل على خفض درجات الحرارة من 2 مئوية إلى 1.7 ننزل بدرجات الحرارة إلى الحد الذي لا تتأثر فيه المحيطات ولا تتأثر فيه البيئة البحرية التي تمثل مساحة كبيرة من الكرة الأرضية فتؤثر علينا جميعا. إذن ما الذي علينا أن نقوم بها؟ أولا علينا أن نطبق علينا أن نطبق كافة الالتزامات والتعهدات التي قطعناها على أنفسنا. هذا أولا علينا أن نفي بمساهمتنا التي تعهدنا بها. من تعهد بخفض الكربون بنسبة معينة عليه أن يفي بخفض نسبة الكربون حسبما تعهد وأن لا يتراجع في هذا، فالأمر جد لا هزل فيه. To the current capacity to be able to achieve our goals. وهذا ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه من أجل تحقيق أهدافنا. Climate is already putting us in a place where we have some of the toughest choices we've ever seen. إن المناخ يضعنا في يضعنا في مأزق علينا أن نواجهه. علينا إن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة ونصف الدرجة مئوية من شأنها أن يؤثر سلبا بصورة كبيرة على كما أسلفنا القول على المحيطات وعلى المناخ بصورة عامة. بالطبع لا أستطيع أن أصف الموقف بصورة أفضل من حضراتكم، فجميعكم فجميع الحاضرين هنا هم من العلماء الأفذاذ الذين لا بحاجة إلى شرح وإلى توضيح ليفهموا ما أعني. إن نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي للدول ينبغي تخصيصها لتحقيق هذه الأهداف. ينبغي أن تخصص أكبر الاقتصاديات في العالم نسبة أكبر وأن تتعهد بتخصيص نسبة أكبر من إجمالي ناتجها المحلي للوفاء بتعهداتها بخفض انبعاثات الكربون. هذا بالطبع كل هذا يقودنا إلى ضرورة تنفيذ الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة وتنفيذ كافة الالتزامات الأخرى. By 30% globally, the First Mover Coalition. هناك تحالف، هناك تحالف للشركات والمؤسسات الكبرى مثل شركة بوينغ لصناعة الطائرات وعديد من الشركات من كبريات الشركات الأخرى لضمان هذه الشركات. جميعها قد تحالفت فيما بينها وأصدرت بيانات وإعلانات تؤكد فيها التزامها. نأمل أن تفي هذه الشركات والمؤسسات بالتزاماتها will be carbon free. حتى نستطيع أن نحقق بحلول العقد القادم حتى يصبح العالم خاليا تماما من أي انبعاثات كربونية ضارة. وبالطبع وقف أحدهم مؤخرا وقال إنه ليس هذا فحسب كافيا، بل ينبغي أن نحقق الاقتصاد الأخضر وأن يكون كل ما نستخدمه من مواد للبناء ومن غيرها غير ضار بالبيئة. هناك التزامات ينبغي أن نفي بها.
كل المشاركين في المؤتمرات المؤتمر السابق والمؤتمر اللاحق عليهم جميعا أن يوفوا بالتزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم. هناك أيضا وفي هذا الصدد أيضا ينبغي أن لا نغفل دور المؤسسات الدولية للتمويل مثل المؤسسات مثل المصارف والبنوك عليها أن تبادر جميعا إلى تمويل هذه الجهود والمبادرات. فهذه المبادرات جميعها تحتاج إلى مليارات من الدولارات. وبالتالي فإن تطبيق الخطة الموجبة المعروفة بالإنجليزية باسم Implementation Plus أو الخطة الموجبة واحد ينبغي أن يسير على قدم وساق بالطبع. وأخص بالذكر بلادي الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الدول التي وجه إليها اللوم لانبعاثات الكربون. بالطبع هناك ينبغي التوسع في أنواع وبديلة للوقود مثل السيارات الكهربائية، فهذه من شأنها أن تخفض نسبة الكربون المنبعثة. بالطبع هذه الشركات التي تنتج هذه السيارات قد أصدرت أيضا التزامات، ولكن ينبغي أن تتحول أو يتم تحويل كافة السيارات إلى سيارات كهربائية. نعود مثلا، وهذا بالطبع يتطلب إلى تغيير البنية التشريعية، ونعود إلى التشريعات التي من شأنها أن تيسر هذا كله. يعني العلماء لن يعملون بمفردهم، بل يجب أن تتكامل جهود المجتمع بأسره. العلماء يجدون السبل العلمية، بينما التشريعات توفر لهم الإطار التشريعي الذي يحقق لهم ما يريدون أو ما يصبون إلى تحقيقه. وقد تحدثت في هذا الأمر مع وزير الخارجية المصرية السيد شكري، وقلنا إن المؤسسات ينبغي أن تؤدي دورها وضعنا عدة أهداف، وينبغي أن نعمل على تحقيق هذه الأهداف. The oil sands capital of Canada is closing loopholes and tightening emission standards. علينا أن signs of promise literally almost anywhere that you look in the world right now. علينا أن نعمل على الوصول بالانبعاثات إلى الحد الذي اتفقنا عليه. And it isn't just natural. It isn't just the national commitments. إن الأمر عندئذ لا يقتصر فحسب على الالتزامات الوطنية. لا. To avoid near-term tipping points. Points of no return. بل علينا أن نعمل على تنفيذ هذه الالتزامات ليس فحسب من أجل صحتنا وصحة كوكبنا، بل حتى لا نصل إلى نقطة اللا عودة. فنحن إن تركنا أنفسنا هكذا ربما نصل إلى نقطة تستحيل معها العودة مرة أخرى إلى نقطة البداية. بالطبع دعوني أقول إن هناك ينبغي أن يكون هناك شيء نقيسه عليه. إن كثيرا من الناس حاليا يتجنبون الخيارات الصعبة رغم صحة هذه الخيارات ورغم ضرورتها، ولكن علينا مثلا هناك أنابيب النفط مثلا التي تنقل النفط بين دول العالم المختلفة، الولايات المتحدة والصين وما إلى ذلك. هذه الأنابيب كلها وهذه الآليات والمرافق تمثل تحديات بالنسبة لنا. بحلول 2030 ينبغي مواجهة هذا التحدي. وفي الوقت ذاته فإن كثيرا من الدول الأعضاء تلجأ بصورة متزايدة إلى الغاز الطبيعي. بالطبع إنه في خلال سنوات قليلة ينبغي علينا أن ننتقل جميعا لاستخدام الغاز الطبيعي.
يعني بالطبع هذا الغاز الطبيعي هذا الغاز الطبيعي إننا بالطبع في حاجة إلى تنويع مصادر الوقود. فحتى الغاز الطبيعي أيضا فإنه أيضا تصدر عنه انبعاثات. هناك في خلال النقل وخلال الصناعة تخرج هذه الانبعاثات. علينا أن نحسن من قدرات الصناعة باستخدام الغاز الطبيعي بحيث تنخفض الانبعاثات الكربونية بصورة كبيرة. ولكن المشكلة الآن تكمن فإن هناك كثيرا من المناطق مثل روسيا ومثل غيرها من البلدان تعتمد على هذا الغاز في الصناعة. بالطبع ان كثيرا من الاماكن التي تعتمد فيها الدول الكبرى على الصناعه باستخدام هذه وسائل الوقود تلك اثبتت التجربه انها من اصعب ما يمكن مواجهته من اجل تخفيض هذه الانبعاثات. بالطبع إنني أتفهم جيدا رغم كل هذا الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها الدول المختلفة. فالأمر ليس بالسهولة التي نتصورها. كل دولة تعاني من ضغوط اقتصادية خاصة بها. تجد أنها مضطرة أن تستخدم نوعا من الوقود، وهذا النوع من الوقود ربما لأنه أرخص ثمنا أو ما إلى ذلك تخرج منه انبعاثات ضارة بالبيئة. علينا أن نضمن وأن نتحقق من أن الاقتصاد القائم على الصناعة بما فيه الاقتصاد الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية قد أصبح متوافقا بصورة كبيرة مع هذه الاشتراطات والمواصفات البيئية. لا يمكننا أن نترك الانبعاثات الكربونية مستقبلا أو الانبعاثات الضارة مستقبلا. لا يمكن all of the greenhouse gases that that infrastructure على وإلا فإن سيؤدي ارتفاع درجة تؤدي هذه الغازات والانبعاثات الضارة إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وتؤثر على سلامتنا وسلامة كوكبنا. علينا اليوم وغدا أن نعمل على الحد من هذه الانبعاثات قبل نهاية هذا العقد من الزمان. بالطبع إن الأمر يتطلب سلسلة من التدابير التي تمثل مكابح من شأنها أن توقف هذا الاندفاع المحموم في الصناعة نحو استخدام هذه الأنواع من الوقود التي تنتج بدورها هذه الانبعاثات الضارة. بالطبع أعتقد أننا ينبغي أن نقوم بهذا وأن نتخذ هذه التدابير لكبح ووقف الصناعة التي تستخدم هذه الأنواع من الوقود. نحتاج إلى تدابير تتسم بالاستمرارية وتتسم بالصدق. وعلينا أن نحافظ على تأخذ من التدابير التي من شأنها أن تحافظ على طبقة الأوزون. لقد وضعنا خريطة طريق في هذا الصدد، ولكن علينا أن نسير على هذه الخريطة. لا نكتفي بأننا وضعنا خريطة للطريق نسير عليها للحد من هذه الانبعاثات، لا، بل ينبغي أن نقوم بتنفيذ كافة الخطوات التي نصت عليها هذه الخريطة. هناك الإعلان الصادر عن مؤتمر غلاسكو في بريطانيا. هناك الأطراف جميعا ينبغي على هؤلاء الأطراف جميعا أن يعملوا بصورة جدية. وينبغي مثلا فينبغي عليهم أن يوقفوا التصحر والقضاء على الغابات. هذه كلها من شأنها أن تحسن بيئة الإنسان.
ينبغي أن نوقف القضاء على الغابات والقضاء على موارد الطبيعة التي من شأنها أن تحسن بيئة الإنسان. The world will not follow our advice. They will follow our example. إن هناك أمرا هاما ينبغي أن نليه نضعه في الحسبان, أن تلك الدول لا تكتفي باتباع النصيحة التي نزديها إليها, بل تتبع الإجراء أو العمل الذي نقوم به. العمل أو الإجراء الذي نقوم به هو ما يؤثر على هذه الدول, فتحذو حذونا لا أن نقدم لها نصيحة تنفذ أو لا تنفذ, لأننا بصدد تحديد مصير كوكبنا. وبالتالي علينا أن نعمل جميعا أن نعمل حتى نضمن أن كل من هذه الدول المشاركة قد شاركت بالفعل وقامت بالفعل بتنفيذ ما اتفقنا عليه, وخصصت التزامات وخصصت تعهدات مالية من شأنها أن تسهم بالقدر المحدد لتلك الدولة أو تلك تسهم بقدر كبير في تخفيض هذه الانبعاثات. But that money is not a giveaway. It's not what we call concessionary money. بالطبع إن هذه كما أن المصارف ومؤسسة التمويل ينبغي أيضا أن تخصص مزيدا من الأموال. هذه الأموال التي تخصصها المصارف ومؤسسة التمويل ليست من قبيل الامتيازات التي تقدمها هذه الامتيازات, لا, بل إن هذه الأموال ينبغي أن تخصص للقيام بالأبحاث والتجارب اللازمة التي يقوم بها العلماء ويستخدمون في هذه الأموال للحد من هذا التلوث والحد من هذه الآثار الضارة. بالطبع وبالتالي فإننا بحاجة إلى مستثمرين صادقي العزيمة, مستثمرين حقيقيين يتحلون بصدق العزيمة وصدق الهدف وصدق الغرض أن يقوموا بهذا. بالطبع كما أن علينا في هذا الصدد أيضا ألا نغفل المخاوف المشروعة التي تخامر كثيرا من الدول النامية, فالدول النامية تلجأ إلى هذه أنواع من الوقود حتى تحقق تنمية مستدامة لديها تقوم على الصناعة. علينا ألا نغفل هذه المخاوف المشروعة لتلك الدول فلها ما يبررها. العام الماضي in various parts of the world. People are not constructed to survive under those circumstances. هناك كثير من الناس في العام الماضي لقوا حتفهم. كثير من الناس لا يستطيعوا العيش في ظل هذه الآثار السلبية. Rising temperatures and less predictable rainfall. بالطبع إن ارتفاع درجات الحرارة وما يستتبعه من عدم القدرة على تكهن أو توقع مواسم الأمطار ومواسم الأعاصير, كل هذه كانت في خلال الفترة الماضية عدة عوام الماضية كانت آثارا تمثل مثلت آثارا سلبية. Or put more bluntly, it really means protecting people and their homes. بالطبع إننا نعني الحفاظ على حياة الناس, ليس فقط حياة الناس حتى يظلوا أحياء, لا, نعني الحفاظ على حياة الناس ونعني الحفاظ على سبل المعيشة الخاصة بهم. فهؤلاء الذين يحيون وكتبت لهم الحياة ينبغي أن تكون لهم سبل حياة وسبل معيشة يتقوتون منها ويعيشون عليها. So this is part of what we mean when we say there has to be a just transition. هذا جزء مما نطلق عليه الفترة الانتقالية. بالطبع إن هذه الفترة الانتقالية تمثل تحديا آخر هي الأخرى, وعلينا أن نحامل فيها جاهدين أن نحقق فائدة الجميع في هذا العالم, في هذا الكوكب. مثلا في قارة أفريقيا مثلا
في قارة أفريقيا يستخدم المواطنون الأفارقة الآن المعلومات الخاصة بالمناخ للحفاظ على بيئاتهم، البيئات الزراعية، وبالطبع يفقدون الكثير من موارد رزقهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغير مواسم الأمطار والفيضانات التي يعانون منها. بالطبع فهؤلاء المزارعون في قارة أفريقيا سيتمكنون من إنتاج محاصيل أفضل لو وفرنا لهم معلومات دقيقة عن مواعيد الأعاصير والفيضانات وكيفية الزراعة، لا أن نتركهم هكذا دون معرفة أي من هذه المعلومات التي ينبغي توفرها بصورة دقيقة، وحتى يتمكنوا من تجنب هذه. وفي خطته الطارئة لمواجهة الموقف دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إلى مساعدة تلك الدول إلى القيام بهذه المهام جميعها، على حيث دعا إلى مساعدة الشعوب النامية في تحقيق هذا. وبالتالي فإنني أدعوكم جميعا أن تكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة في هذه الجهود كلها، وأن تستعدوا للمشاركة في مؤتمر كوفيد 27 الذي يعقد هنا في مصر في منتجع شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. عليكم جميعا أن تكونوا على هبة الاستعداد للمشاركة بالتزامات قد بدأتم بتنفيذها بالفعل وبرغبة صادقة في القيام بما قطعتم على أنفسكم من تعهدات، وذلك من الحد من هذه الأزمة. إننا هنا ليس حسب لتحقيق التكيف للآثار النهائية لتغير المناخ، ولكن أيضا ما هو أهم من هذا، إحنا هنا عشان نحقق أهدافا معينة. إننا جميعا هنا من أجل أن نصل بدرجة الحرارة بارتفاع درجة الحرارة بحيث لا يتعدى درجة ونصف الدرجة مئوية. إن هناك دولا مثلا قد تفوقت من الناحية الهندسية، قد تحققت من الناحية الهندسية والصناعية، هذه بالطبع يصبح الالتزام عليها عبء التنفيذ الالتزام عليها أكبر كثيرا من تلك الدول التي لم تحقق هذا التقدم الصناعي. لقد ذكرتم الدقيقة منذ لحظات أن هناك قدر كبير من التلوث، وتحدثنا عن كيف أن التلوث في بعض مناطق العالم في المحيطات قد أثر على الشعاب المرجانية وأثر على الحياة وعلى بيئة الحياة البحرية. علينا أن نبادر فعلينا أن نبادر لننقذ هذه الأماكن وهذه الشعاب المرجانية قبل أن تفسد تماما وقبل أن يلحقها ضرر لا رجعة فيه. بالطبع علينا أن نحقق هذا كله دون أن نلحق مزيدا من الضرر بالبيئة. بالطبع ينبغي مثلا أن نوفر جهاز شحن واحد على الأقل للسيارات التي تعمل بالكهرباء، يعني في كل دولة أو في كل بلد تعمل على تخفيف من هذه الانبعاثات علي أن توفر. نرى قد خصصت جهاز شحن واحد أو محطة شحن واحدة للسيارات التي ستحتاج عما قريب إلى الشحن الكهربائي بدلا من الوقود الأحفوري. Attribute that employers and workers are seeking everywhere and anywhere are green skills. علينا أن نعمل جميعا على تحقيق الاقتصاد الأخضر. Why he robbed banks? And he replied, "That's where the money is."
علينا. قد يتساءل البعض من أين تأتي الأموال أو كيف سنوفر الأموال التي سنقوم باستخدامها لتحقيق كل هذا. إن هناك الشركات والمؤسسات ينبغي ألا تغفل دورها الاجتماعي وألا تغفل دورها في تحقيق في توفير التمويل اللازم. توفير التمويل اللازم لتحقيق كل هذه الأهداف التي نصب إليها. علينا أن نحقق على هذه الشركات أن تسهم في تحقيق الانبعاثات الكربونية صفر، يعني الحد تماما من انبعاثات الكربون وكافة الآثار الضارة الأخرى. إن الاحتمالات أيها الأصدقاء تجعل قدرتنا على العمل محدودة بصورة كبيرة، ولكن علينا أن نستغل ما هو موجود بقدرتنا، ما في استطاعتنا ينبغي أن نقوم به. تخيلوا مثلا أنني أقود سيارتي هنا من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ، أقود سيارة كهربائية مثلا. بالطبع إن هذه السيارة الكهربائية من القاهرة إلى شرم الشيخ ستوفر كثيرا ولن تلحق ضررا كبيرا بالبيئة مثلا. تخيلوا هذا. كانت هناك نادرة أو قصة تروى في بلادي في الولايات المتحدة الأمريكية. This is the world that we can have. بالطبع كان بالطبع قال البعض وتندر بقوله إن هذا إن العالم ليس مختبرا للعلماء بل هو عالم يموج بالكيانات السياسية وكيانات الاقتصادية. نعم هذا صحيح، ولكن علينا أن نلجأ للعلم. Book of the Dead rejects what it described as a quote smallness of imagination. إن المصريين القدماء كان لهم باعهم الطويل في هذا، وتحدثوا في كتبهم وعلى رأسها كتاب الموتى، وتحدثوا كثيرا في هذا. بالطبع ما زلت أعتقد أننا نستطيع أن نحقق أحلامنا مهما تعاظمت ومهما بدت مستحيلة، ولكن نحن هنا من أجل هذا. مهما بدت هذه الأحلام والطموحات مستحيلة، علينا أن نسعى جاهدين إلى تحقيقها. بالطبع إن هذه الجهود التي تبذل قد بذلناها وما زلنا نبذلها منذ حوالي 8 سنوات، 8 أعوام مضت على البدء في بذل هذه الجهود، وينبغي ألا نتوانى في جهودنا تلك. فالعالم يتغير من حولنا. علينا on a summer evening. In short, will we have left them ولكن ينبغي ألا نترك وأن نتخلى عن هؤلاء العلماء وهؤلاء المعنيين بخفض الأثار الضارة للمناخ والحد من الأثار الضارة للمناخ. إن الأزمات الأخيرة التي منينا بها وعانينا منها تفرض علينا أن نعمل بصورة أكثر إيجابية. ينبغي علينا في صورة حيال هذه الأزمات أن نعمل بصورة أكثر إيجابية. لقد حان الوقت أن نلجأ إلى العلم. العلم وليس شيء غير العلم، فليس أمامنا غير العلم نلجأ إليه لتحقيق هذه الأهداف. Thank you. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا.